عشرات الآلاف من الكتب والبحوث المحلية والعربية والدولية شغلت أغلب رفوف وأرضية معرض بغداد بشكل ملفت للنظر ضمن كرنفال معرض بغداد الدولي للكتاب في دورته 23. هذا المعرض المقام تحت شعار نقرأ لنستمر شاركت فيه 355 دار نشر ومؤسسة تمثل أكثر من 20 دولة. امتازت هذه الدور المؤلفات القانونية والسياسية والاجتماعية وكذلك كتب لرياض الأطفال، وامتازت أيضا هذه الدور بالحداثة الكتب الحديثة اللي طبعت ونشرت في 2022. هو معرض ناجح وإحنا نعرف قيمة هذا المعرض، لهذا السبب يعني تسعى دائما جامعة البيان للمشاركة في هذا المعرض حتى نبين أهم منتجات الجامعة وأيضا المركز. الجامعة قدمت العديد من هذه الكتب في مجال مكافحة الفساد الإداري وأيضا السياسي. ونظم هذا المعرض شركة صدى العارف بالتعاون مع اتحاد الناشرين العراقيين والشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية، ومن المؤمل أن يستمر حتى 29 من مايو أيار. وقد شهد المعرض أيضا حضورا متميزا من قبل المواطنين الباحثين عن مختلف الكتب في المجالات الثقافية والعلمية وحتى السياسية. لقينا إقبال حلو جيد من العوائل الكريمة، أكو تفاعل صارت على الألعاب اللي عندنا. احنا اختصاصنا مركز أبجد هوز ألعاب ووسائل فكرية وتعليمية لكافة الأعمار، عندنا للأطفال للشباب للعائلة. أغلب الناس اللي تجي من كافة الطبقات، يعني من هواي جنسيات عربية وعراقية، جاي نشوف إنه يزيد الإقبال يعني يوم عن يوم، بداية يعني من فترة اللي ما بدايته لحد هاي الفترة إقبال يعني لا بأس وفي تزايد. وقد شاركت بالمعرض دون نشر من مصر ولبنان وسوريا وإيران والإمارات والكويت والسعودية والأردن وليبيا والسودان والجزائر وتونس وتركيا وبلجيكا وإيطاليا وهولندا والدنمارك وبريطانيا وألمانيا والهند والولايات المتحدة. وبالتزامن مع المعرض يقام لأول مرة مهرجان بغداد للثقافة والفنون العالمية الذي يشمل أنشطة فنية وأدبية وشعرية ومسرحية وسينمائية بحضور مجموعة كبيرة من داخل وخارج العراق. من العاصمة بغداد، أحمد فيلي، زاغروس تيفي.